حبابكم مرة تانية وحباب كل اللي انضم لمتابعتنا من خلال ظلال الأصيل لهذا المساء الخميس، واللي بينتظروه كثير من الناس بفارغ الصبر، لأنه إحنا بنجيكم بمساحة مختلفة. المساحة الجاية هي المساحة الكثير من الناس هم بيحبوا إنهم دائما يقعدوا لها ويخلوا لها ويكونوا قاعدين كده بمزاج عالي، خلونا نقول، وشاي المغربية حاضر قدامهم عشان نسمع كثير من النصوص الحلوة. بندخل للرباعيات والإخوانيات والمسادير والدوبات والكلام الحلو ومنمق وجميل جدا. مرحبا بك كثير ابراهيم عباس ودلي عيسر، اهلا وسهلا بك. باي حبابك وحباب المشاهد الكريم وحباب الاخ محمد عبد الله الجداء، فرصه سعيده لنا احنا انه قدام زول عملاق يعني في الدوبيت وفي المفرده البدويه، ونقول لهم ان شاء الله نقدم حاجه ترضي المشاهد الكريم ان شاء الله. ما بتخير عنك وطوالي زي ما قدمك يعني. محمد عبد الله الجداء اهلا بك. مرحبا بك استاذه امل، حياك الله والله يكرمك ويديك الصحه والعافيه. التحيه عبرك لجميع اهلنا في السودان داخل وخارج هذا الوطن الحبيب، والتحيه للتيم العامل بقناه الشروق، وانا ممتن لبرنامجكم برنامج ظلال الاصيل. هو برنامج يمكن شيق جدا، انا كنت من المتابعين قبل ما اكون ضيف عزيز عليكم في هذا البرنامج، واتمنى ان اكون خفيف الظل على المشاهد الكريم. احنا سعيدين بك محمد وسعيدين اكثر بابراهيم، وما عايزين نادي الناس غير نص كمدخل ترحب بهم. تفضل. مهما الدنيا ما تدردرنا يا المبروك، بتلقى دروسنا فوق قرض الصبر بتلوك، ان قنبنا هيبه وان قدرنا ملوك، قدلت عزه ما جخ فيسبوك او تيك توك. احيانا ظروف الدنيا تجبر سيتا، لزملا بدور حصرا جديده شديدها، الشاعر اللي بعز بيت الرجال وبريتها يركز ليها وينغنى الغوافي جيتها. في الدنيا وزماننا الراح ونحن شباب، ضقنا جلوس غياصره وبرمه الاشناب، كم تلبن بسوق بصرك الانياب، قدل صداد الابطال لا لبب الاحقاب، في شنكافنا والبلد الملانة هشاب، ضقنا عشاي وتاتي وجرة الكوكاب، ضقنا الجز حبيسنا عزيم ليوم غواب، وضقنا يوجهونا أنسدر في المضراب. وطني سلام بعد كل احترام وتحية، وهلي جميع عليكم الله صفوا النية، بدل ما يكون تفاوض بالزخيرة الحية، تعالوا نواجه الأزمة اللي أزتنا سوية، سودان يكفي والناس للوطن منسوبة، واحد محنة من هنا ليه جبال النوبة، وطن الأصل ما نزل الشعر من توبة، فيهم ضحوا زي ما ضحوا وتحبوه، السودان يعز عروبة، وكم زرينا كم بزغنا ناس التوبة، يوم يتكفرن الغبش الرواح يصخوبة، نحن في داكي نحن في داكي يا بيت الأصول. يا سلام يا سلام. إبراهيم طوالي حتدخل لنا بنص لترحيب ودوبيت لكل الناس الحابين انه يشوفونا من خلال المساحه دي، تفضل. حبابكم مو حباب حريه وكيزان، حبابكم بيتمعن وبيصدق وايمان، ديل في الفزع هن بينقذوا الدركان، وديل بهزوا بين خشم عقل دخان. ابشر قوي انتوا كوكله القرب، والخلو جبال وانتوا في الكرم، ويخري ودفك تعالوا اتر في المحاصد تب وما بتنشال، والما عنده زيكم التراب تبكى، عندي اخوان عندي القاصع بشناب، عندي كل ما حرد بكونوا قراب، يوم دعك الخيول وزحزح الكوكاب، والما عنده زي ديل يمضى خشم تراب. قوي والله كثير قوي، حبل الخوة كان شد، نبقى لير اخونا ما فينا اللي بيعقب للرفيق ويخونا، غير ما انه بالدم والنفيس اخونا، جينا مروه لليوم اللي بيوقع اخونا، بسعانا قوة بنسدونا في زعل، والبدينا راي بنحلل ونسمع له، حكيم عقولنا عند الهينة ما بننفع له، والبيفوت صاحب محامي ما بنرجع له، صقور في الفزعة في غمم الرجال، عششنا كم يا مروبة ليه دمعة يتيم قششنا، الوكر المخيفة مخاطره ما هششنا، سامحين عشرة بس يوم الملاقى بنشنا، صمام وقوة في هذا زايلة ما بننقاد، وارسين ذكرى من ابواتنا والاجداد، عزيز انفوسنا لا منقفل العداد، كان نيفي عزيمتك ما بنضوق لك زاد، بنفخر بالرجال اللي عرفتهم سران، ما بنقولوا عقرة حوى فينا بران،
كتير في الدنيا شغل، والزمن قرانا مني في عزيمتك ثانية ما بتبران. الله يعزهم. يا سلام إبراهيم، أنا طوالي حامشي لأنه يعني والدك كان ضيف من الضيوف الكرام من خلال ظلال الأصيل في حلقات سابقة. خلينا نقول ده الحوار الغلب شيخه ولا هذا الشبل من ذاك الأسد؟ والله يا أخي أنا سمعت أبوي قال الحوار الغلب شيخه، لكن دي مستحيلة طبعاً. ده والله يدل هذا الشبل من ذاك الأسد. ده يدل يدل على تواضعه بس، لكن والله إحنا جموا من جوا. التحية له من هنا يا أخي. إحنا بنحييه. ربنا يرحم كمان والد الأخ محمد عبد الله الجذاء. في مساجلات او في مجاره كانت بينك وبين والدك؟ والله كان في. تقول لنا منها حاجه بسيطه؟ بيقول له ابوي بيقول له ريدك داس من الناس براي بحكيه، ودربك شوك وداخل في حلف ماسيبه، تاتا يا الفلو وديس النعام وسبيب يسمك في السجود، بتقص لساني بجيبه. انا بقول له وين كباشي؟ وين ود العبد يا وسيله؟ وين ود الجضاء عز القدام هتقيله؟ سير قوي امشي وقولوا للابس الزمام والتيله، زولك قالوا مرضان ذاك وعاد ملحيله. ابوي بيقول حرف الراء ضرب دروع القصار رجحها حاء، خلتني كاتمه الاها فوق الوحى، مين ضرباني الا يدخلوني مصحه، هد هولت في جسمي البراه وتلح، شبيهي بشفت في النال والجدي متابعها عرجونة كلام حتى اللبو مدلح. أجود دنقل الطنط الزبيطة بلحها، كان بمراد كل ما تفوت محل أدبح، مشيها رح السحابة والهوى مقلح، أنا الخلاني كنت ملقاها فوق الوحة صورته جسمه في نص الكبد زارح. بقيت أتوضى واقف والحروف أمصح أكبر نصه بحل الغيبة ما بركح. طبعا أبوي غناه كتير يا سلام يا سلام. نحن حنمشي طوالي لأنه البدايات دائما بتكون صعبة. الجداع من الشعر الشاملين واللي عندهم كتير من المواضيع اللي اتطرقوا لها في كل دروب الدوبات، وعنده جمهور عريض يعني، ويكفي انه هو بيعتبر ايقونه للادب الشعبي وامير الشعراء الشباب يعني، زي ما يحب كل متابعيك والشعراء اللي في بيتك انه هم يقولوا عليك. لكن خلينا نقول انه البدايات دائما بتكون عصيه، كيف كانت بدايات محمد عبد الله الجداع في ظل بيئه غنيه جدا يعني؟ كردفان هي من البلدان الغنيه شديد او حتى من المناطق اللي عندها تاثير القوي على الشعراء، رغم انك ما قعدت فيها فتره طويله. الله يديك الصحه والعافيه استاذ عمر. انا طبعا الاسم ده اطلقوا علي الاخوان العزاز علي، يعني اسم امير شعراء الشباب دي انا شايف رقبتي الاسم ده، انا والله ما قدر صراحه يعني، لانه في شعراء كبار من الشباب دي العمالقه جدا يعني، شعراء ما شاء الله عليهم، لكن ده يدل يدل على محبتهم لينا مستحقه. والله الله يكرمك، الله يديك الصحه والعافيه. بالنسبه تأثير الشعر علي أنا المنطقة، في المنطقة طبعا الإنسان ابن بيته دي لا شك فيه. يعني أنا من قمتها صراحة يعني أنا ممكن كتبت الشعر بدايتي في كتابات الشعر 2009، لكن كانت التجربة ما تجربة ناجضة أو ناضجة يعني تخليني أنا أقول أقدم الشعر ده للناس. متذكر أول كلام كتبته يا عدد؟ والله دار أقول لك متذكر متذكر رباعية. كنت مذكر أول من أوائل الرباعيات، بتقول عندي قصة أنا سميتها قصة صيدة، هي كانت والدة محرومة من جناها، أنا سميت الوالدة غزال الشام وشرت للابن بالجدي، فولفت القصة دي. بعد أنا قمت لقيت القصة دي هي قديمة من قديم الزمان قبلي، أنا قمت كتبت على النهج ده. بداية بيقول قصة صيدة ما ترضى النظر ليديها، ومحال تعيش في دار ردد يدي ما فيها، أصبح ليلها عام عينها المنام جا فيها، قول لي كفاية عذاب كبدي الفراق شاويها. دي مطلع لقصيدة، أنت قلت دار رباعية، لكن أنا في الزمن ذاك ما كان بقول دي أول حاجة كتبتها، دي أول حاجة لي أي ما كنت عارف تفاصيلها، كنت بعرضها لبعض الشعراء المتمكنين في المنطقة، والمنطقة يمكن منطقة مليئة بالشعراء والشاعرات. يا سلام. يعني لكن الشعراء دي نحن عندنا هناك يسمح لهم ان يغنوا، اما الشاعرات لا. فكنت ما بعرضها لبعض الناس، ما بقول لهم دي حقتي، بقول لهم دي الشاعر فلان قال، لا شاعر فلان قال كذي، اذا قالوا لي سمحه بقول لهم حقتي، واذا قالوا لي والله يا اخي ما سمحه الاغنيه دي، ده اجازه نص عديل يا جماعه. هي كذا يعني عرفت. جميل. فانا يعني في ناس برضو في المجال ده ساعدوني على ان انا اظهر
لكن مثلا من خلال التأثير أنا ما أثرت بزول إني أكتب نفسي نهجه أو طريقه، لكن بعد ما أنا حسيت بالتجربة دي هي بدأت تنجد، أنا عندي شعرين حقهن على الإطلاق ما بقدر أجحف فيه. الشاعر العزيز والخال العزيز الوسيلة محمد نور المراد، والأخ والعم العزيز عبد الله والدريس، يمكن ديل الناس اللي كانوا أنا بالنسبة لي مدخل لتلفزيون السودان مباشرة لبرنامج طرب الغبش في تلفزيون السودان القومي، كان بقدمه الأخوات مسيخ. يمكن أول حلقة اختارها الأستاذ عبد الله والدريس سجلها معي هو بنفسه، رغم أنه بيقولوا والضجة دعم من الناس اللي تأخروا شديد في أنه يظهر، وظهوره كان متأخر بعد فترة زمنية طويلة. كنت بتختبر في نفسك ولا شنو الضجة؟ لا أنا يعني بعد ما ظهرت اختفيت اختفيت لظروف خاصة بي أنا. يعني أنا كشخص عندي الحياة والظروف الظروف المعيشة بغدرها، والظروف العملية على يعني بقدمها على 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 على, على, على الشعر. فظروف زمني كنت داخل الخرطوم يعني متواجد، كنت أي طلب للجمهور أنا ملبيه طوالي، لكن بعد ما اختفيت وقعدت بمشي البلد كثير وبمشي الخلا وبمشي الذهب وكده، بقى وجودي في الساحة ما كثير، الناس فاقديني لأنه أنا وجودي في الساحة ما كثير، عندي أولوية العمل أكثر من الشعر. طيب هسه حتديهم شنو؟ سميهم حاجة؟ والله لا بد. طيب. بعد الغيبة الطويلة دي بقول غناية ودردشات غزلي الزمن خافيها، ده ما معناته إني خلاص بقيت ناسيها. يا زولي الديار ضرب المحل واديها، بقيت بتحلى بس ذكرى وجميل ماضيها. هب نسمة الشمال منا الحبايب وجاب خبر زول مغيم في موطن الأحباب، حرسوا الام 16 تاكلوا عند الباب، ومتبلم سكوت ما بيقبل اي خطاب، ساكت لي زمن جرح الفراق ما طاب، بهدي حروف والرد لوم وظنوا عتاب، على ما قالوا رفعت حاله في واتساب، قلبي عليها جمر اللاعب والهباب، بتتبسم بلا المزن انسحاب انصاب، وتتعجن ظبيطا فدعوا العناب، بتتقدل مشيرا خاطي صايد كاب، وتتكلم تشوف عسلا منقط كاب، تيلادا نسبهن برجع ابن كلاب، دخنا صافي حبا خالي من ورتاب، مهما يطول عذاب جوفنا الزمن ما طاب، الله كريم لانه المؤمن اصله مصاب، سعن صبري الموكة صحيح ملي، وكراب يا دوب لما فيل بتعدي من الرواب، حكاية ريدنا ليك يا عزيزة الانساب، قعدنا وقمنا فيها وغلبة مغلب، البيت بكرة مني بلا الهلال بزيد، غيف الله الليل لا ضاقت عقال لا قيد، عامل حسابك الوحش المشيك سنيد، البوش فيه ناس عينهم سريع بالصيد، مسكت الفيل الغرق ببلع براق جرفه، اتقي الله فوق عاشق مسقط طرفه، ذكرتيه لزمنا شبابه بعرف ليمك وحضمة العزل الشريط من ظرفه، يا ولد عمي كيف أرضاي أنا كاتلاني كفل البل جام تاتاي، الليد فدعة والفم ودعة والصوت ناي، والحاجب مناغر في الفروع قوقاي، الكحلم رشوم ست الغوام المتني فوق طيافها، أغداري المنيع رمتني، اللي دارها سيلعين الغرام عمتتني، زي ما بيشرب الهيم المطر شربتني. الإخوانيات ونحن شفناها في كثير من شعر الدوبيت وإبراهيم، يعني من الكتب وإخوانيات بتميز وبتفرد. خلينا قبل ما نسمع إبراهيم يعني ورينا إنه الإخوانيات دي هل هي موجودة فعلا في البطانة، في أرض البطانة، باعتبار إنها هي معنى قبل ما تكون ضربة من ضروب الدوبيت عندكم، هل فعلا في تواصل بيناتكم ومحبة بين شعراء الدوبيت عموما في المنطقة، ودي خلتهم هم يكتبوا بعد كده في موضوع الإخوانيات؟ لا، سؤالك جميل يا أخي. هو أصلا لو كان ما في تواصل ما كان في خوة أصلا، دي نمرة واحد. ما ممكن تطلق لقب أخو على زول أنت أصلا ما مواصله، يعني زول ممكن أقول زول بالشارع أقول ده أخوي، لا الأخو ده تلقاه في الشدائد قبل الأفراح، في الكره قبل الفرح، ده الأخو الصاحب أنت ممكن تقول على أخو، لكن ممكن تضحك مع أي زول في الشارع هنا لكن ما بتطلق على أخو. بعدين كلمة أخو دي كلمة قوية يعني في حد ذاتها، يعني ما كلام ساي كده، كلام تلفزيون والله شعر وكلام زي مواقف، لازم هو مواقف. لو ما لقيتك في موقف معناته ما أخوي، أخوي كيف؟ معناه اكيد في مواقف هزتكم خلتكم تكتبوا عن الاخوانيات. ايوه صح. احكي لنا عن موقف اثر فيك يا ابراهيم تحديدا،
ومنه كتبته بعد كده نص، وحتى كان بينك وبين واحد من الشعراء الثانيين اللي دوبت. والله مواقف كثيرة، لكن في موقف أنا كان قاعد مع أخويا أساه المراد التجاني، لو التحية من هنا، لو التحية من هنا، أنا أظل أقول ما تكلمت فيه موقف في حقه أصلا، وكان هو ضيف في الأسبوع اللي فات هنا معكم، وحق الدين له من داخل الحلقة يعني. إيه هو التحية؟ أنا أصلا كتبت فيه كلام خلوه الفات جديد يعني، أنا أصلا يمكن إلا أقول لك من التلفون جديد يعني وليد. كويس دي يكون عندنا إحنا السبق فيه. أي والله. نسمعه. سمي له بيقول طيب، قال أخوي المونة في الزمن الليالي عجاف، بيدفع ساهي واسغ من فقر ما بخاف، صفة الذكرى والجود اللي بدون أهداف شد موجودة في الذكر اللي صمع السف، أخوي البكرم الضيف كان يبيد قوة، يمين ذو الفزع ما ونسوا تكت ترعوة، أخويا منه عقرت من ولادته حو راك الصبة، كل ما تحير محن بيتقوى. استاهل. أخويا البيه بفخر يوم يفخر الناس، باسط كفه ما مغلول من وسواس، حافظ نفسه ما هو في العروض لواس، حر ودعز وإن حرت يمين دواس، أهلك ناس مواقف عمرة ما بهدوها، والبدوها مسكين لا ما بيدوها، اللهو إتو ليه الحوجة بيتقضوها، والبسدة هتة المية ما بسدوها، أهلك بلطم الصف إن وقع ومال، وإت سعايتك أخوان ما بهمك مال، كفك وابل المزن النزل هطال، وجدك في الكرم ليها السباق مثال، الحاريها فيك أنا يلا صم، هلقيت قلبك حار سخانته تولع الكبريت، نارك واقدك عن نزل المطر ما ببيته، وتكرم الزاملة من قبال سلم سيد، أخويا اللي بفخربه وبقول خاويت، أسدا حابس الغابة وصحاري ببيت، متيلك في الكرم أنا لسه ما لاقيت، وقدحك ما بيجي في تريان ومليان زيت، حروف الغافية ما بتوفيق قدر ما تغنت، وإت الفزع لليوم بزخير تنغنت، مهما حوى ولدت من رجال وبننت، تبقى الأول التوفيق عقب ما تنت، ايدك سامه معروف ومجرب ضربك، اخوك بتحله كان صعب الامر وتشربك، واثق فيك يا الليدر الموعر دربك، نفسي غنوع وين ما فوت مكان بفخر بك، بنود الخوه حافظه اصله ما تعداها، والعشمانه جات قمحانه ما رداها، كم لحموله شايله بيتقل جضاها، ما في مكان جبتها ليه وما سداها، اخويا العطره بين الناس وسمحه ذكرته، نمر مبرم مشنابه قوية نترته، سيفل في رقاب عداي مواسية بترته، قاصع أخوي عشان كده لي رفعت تخترته، والله هذا كله ما بفيه حق يعني، والله ما قصرت معه، والله غنيت فيه يا أخي، والله ما بفيه حق، وصار أكثر من كده، ما قصرت معه وكفيت ووفيت له، لا والله هذا بسيط في حقه. ودك ضيع، كتبت شنو في الفخر والتفاصيل الجميلة اللي عندكم في البطانة تحديدا، واللي يمكن هي السمة الغالبة في شعر البطانة والدوبيت وغيره، ودي الحاجة اللي خلت يعني احنا نعرف البطانة، بنعرفها من خلال الدوبيت ومن خلال الكلام الجميل اللي بيتقال فيها. التحية اولا لأهلنا في البطانة جميعا، وانا يمكن من شعراء كردفان، لكن افتخر واعتز ببادية البطانة، لأنها بعتبرها باديتي الثانية بعد شمال كردفان. التحية لكل الكرداف. التحية لكل أهلنا الكرداف، والتحية لكل أهلنا في السودان، وشايفك ذكرت البطانة، البطانة هي فعلا بلد مليئة بشعر الدوبيت وبالمفردة البدوية، وبلد نحن في حلقتنا دي ما بنكفيها حقها لو قلنا عنها أي شيء. ما بختلف عن الكردافة يعني، هم معروفين بالكرم ومعروفين بأنه هم ناس كرم وجود، وبلد مليانة بناسها وبفخرهم، فأكيد كتبتوا فيها تفاصيل كثيرة شديدة يا والدجل. والله فعلا نحن في أنا دار أمزج ليك ما بين كردفان والبطانة، السؤال ده جبتني له ما دار أمرق منه، لأنه عشان أدي البطانة حقها في مشاهد كريم يقدر يعرف الحاصل شنو. البطانة دي وكردفان الاثنين بوادي من بوادي السودان العريقات جدا، فنفس القبائل اللي بتسكن البطانة هي نفس القبائل اللي بتسكن شمال كردفان.
نفس العادات في البطانة نفس العادات في شمال كردفان، لكن اختلاف المفردة المستخدمة عندهن في البطانة فيها بعض الاختلاف عندهن في شمال كردفان، ومع تلاقح الأفكار وخوة الناس لبعض من شمال من بوادي كردفان لبوادي البطانة أصبحت الناس واحد. يعني حتى الآن بتلقي شاعر كردفان بيتعامل مع فنان من البطانة، بتلقي فنان شاعر من شعراء كردفان متجادع مع شاعر من شعراء البطانة. عموما على البادية بيقول من حب كردفان حبا يليق بجمالها، نغدي السروتة ونرتاح كثير لرمالها. طلبا دايروا من تلك الوجوه وجالها دايرين كردفان في الدنيا ما في مثال. أبشر بالصيح بلد الباحة في العز والمكارم طايل عليها بغني باللود والنميم الخايل. يا الفيك العرب بتلاقوا واسمه قبائل مهلة سعيتي والودية سايل. قشك عشا والماء قام فتق وتقلع والخافور حتل تحت الرهودة تبلع. كان ضحويك قدر لاقى مرويق والشلعة تاني تدري فوق ظهر الدوير بتدلع. سماك انفك يا مخمج البيسعد شوفك قلب عاطر نسيم من جوا مكمن جوفك. من كتر الرسيس رمت الدقاق شعفوفك تعتب وتنسند بالزر وراح لردوفك. الزمل البقومة أولاد عم ورباعة عقر الدار وأمن للسعية وضاعة. الندلة جروس ينعام تبود اللاعة كم لله فوق دارهن قدن مصاع. كيف الليلة بين عالي الرمال والتل تشوف رحل محنك مثل الهرع من قل. الما كاسو ليش بك المصنقع حل مرق وخم دسدس وغدغة البنبل. أهل الناقة عصروا حواية فوق الكيك وقطعوا فيافي لا صوت داغي لا حسديك. أهل النعجة ضربوا بواير التمليك وهل الحل خير هنجاد وشبعوا فريق. أهل اليومي كاتل عقيد وهابر عقال شالوا وخدتوا في البادية الفريق توتال. قوم يا أحمد أضبح ورسل الجهال وقول لي أي زوج قال ليك أبويا تعال. اجتمعوا البقض النافلة قبل السادي شبوا الضوء وجمعوا كام مطرف غادي. اللموا البزر واختاروا جوا هادي بعد الونسة كملت تاني فتحوا الرادي. أنا دايرة أسأل عن إنه يعني التفاصيل الكثيرة يا جدع للدوبيت واللي مر بمدارس مختلفة، يعني يمكن كان بيختلف زمان من الآن، يعني كان التناول للمفردة البدوية الخاصة واللي ما امتزجت بشيء من الحضارة يمكن كان لخصوصية المنطقة بصورة عامة، ولأنها ما كانت منفتحة بصورة كبيرة زي ما الآن أصبح فيه الانفتاح الكبير، سواء كان عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الإذاعات والتلفزيون أو حتى الانتقال من منطقة للتانية، وده اللي خلق مزج ما بين المفردات. يعني يمكن في ناس كتير بيقولوا إنه إحنا ما كنا بنفهمه الآن بيجينا بنفهمه. الخلط ده ممكن يكون هو أداها شيء من الانتشار، ولا هي كانت خصما عليكم أنتوا كشعراء ممكن تكون للمنطقة الجاي منها؟ والله سؤالك سؤال وجيه جدا. الخلط والمزج ما بين المفردة البدوية والمفردة الوسطية مفردة التعامل العام بالنسبة لهن في الحضر هو يعني ساعد على انتشار الدوبيت، لكن الدوبيت قواعد والتزام بمعنى، وإن فقد القواعد عده فقد المعنى. يا سلام. الدوبيت تراث بدو كان شوية رجعنا فيه أصول وقيما من خلالها نبعنا. الدوبيت مفترض الإنسان الشاعر شاعر الدوبيت أول حاجة هو ابن بيته يتكلم بلغة أهله، يوصل الرسالة الدائرة يوصلها بمفردته الجايبها من بلده من أهله. لكن إذا داير وصلها لأهلنا في الحضر ما مجبور يغير كل لغته، لا، حاجات بسيطة هو ممكن بتخليه توصل للناس ديل. بعد ذاك إنت لابد مفردة الدوبيت تكون المفردة البدوية ذاتها عشان الناس تسألك هي دي شني الكلمة إنت قلتها، هي تقدر تشرح للناس الكلمة قلتها دي بتعني كده بتعني كده، يقدروا يفهموا اللغة. لغة الأجداد اللي يمكن بدت تتلاش وبدت تندسر دي الناس تقدر تعرفها. الخرطوم ومدرمان دي هي ما أصل أي زول، يعني ما موطن أي زول، كل الناس الجادي الأغلب جايها من الريف، لكن في جهة قبل مئات السنين وفي جهة قبل 10 سنين وفي جهة أمس. يلا الناس الجوها من قديم الزمان ديل نسوا عادات جدود وتقاليد والكلام اللي كان يعني مستعمل زمان في البادية، بل إنه كلام البادية دي نحن ناس بحثنا فيه كثير، يمكن
لقيناه عاصرنا لغة الحضارة وقرينا لغة الحضارة، لقينا لغتنا في البادية يمكن أشبه باللغة العربية الفصحى. لكن أنا بنصح أخواننا شعراء الدبيت بوجه الخصوص إنه يحاولوا يقدموا المفردة البدوية الخاصة، وما يتكلفوا كثير لشعر الدبيت لأنه التكلف فيه ما حباب. وممكن دي بتدينا طوال المزج الآن بقى موجود عند الشباب إبراهيم، وأنا في نفس النقطة دي عاوز أسمع رأيك بأنه كثير من الناس الآن بيجوا يقولوا إنه شعر الدوبيت وشعر البطانة المساجلات بصورة عامة التفاصيل بتاعت الإخوانيات كلها بقت محببة عندهم، بقت بالنسبة لهم ممكن تكون هي مساحة لأنه يقدروا يتناقشوا فيها، يقدروا يتكلموا فيها، يقدروا يحفظوها، يعني على عكس ما كان سابقا بيقول لك نحن ما فهمنا فبالتالي ما قادرين نحفظها. فرأيك شنو في الكلام ده؟ والله هي الرسالة كل ما كانت واضحة بتصل سريع يعني. ممكن أنا أجي أدي رسالة أنا من البادية لكن أوديها زي ما قال أخونا الأستاذ محمد عبد الله لناس المدينة، أنا ممكن أتكلم بلغة البادية هنا ما يفهموني، لكن أجي أديهم بلغتهم بتاعت المدينة وما أتكلف، التكلف ده بيخرب شعرك والناس ما تفهمك يعني. وزي ما قال هو الإنسان ابن بيته، الإنسان ابن بيته. أسي في ناس هنا حاولوا يبقوا شعراء يعني اصطناع، والشعر ده ما بيصنعه. زي ما قال الأخ فرح الدمنسي المصنوعة كان موزونة ما بتطرب. الإنسان ما يحاول يتكلف وما رسالة تقديله بقدر ناس فيهما حبابه، لو ما قدر فيهما أنت ما تتكلف تجيب كلام يعني أنت ما بتقدر عليه، ولو سألوك منه ما بتقدر تفسره. طيب احنا عايزين نسمع منك طوال يا ابراهيم، هتسمعنا شنو؟ قال اهدك حفظ يا دكتوره حتى الان حالي فمود ما افشيه لانسان، انا مطمن نكون تحت النقابه فلان ونفسي اضوق تفح بولندا والرمان. ما ضبطوا جاي. انا المارضني يا دكتوره غاب غوصان الجيد والمسالب والغوام والبان، عشاني سبت أهلي سكنت في مدرمان دام شلت القلب عمليه بإحسان، خدت غرامنا بالنيران صنط وقدولك خنجر شوقنا شالوه وقلب جقدولك، الوجعني يعني من قمت ما فقدولك، أنا سافرت جنقاوي وراي عقدولك، لبست زفاف غصب بالحسرة هم ضاعولك شان المال وشان طمعا كثير باعولك، الوجعني يعني من قمت ما وعولك لا راعوا اللي عسر لا كمان راعولك، كنا بنطرب الناس البدور جديدنا وبقينا نترجم الوجعات حروف في قصيدنا، ابوك اداك للغير تاني مسخ عيدنا نصبر ساهي يا الرايق النميح ما فينا، وقت اداك ابوك لعمك الحقار بقيت انا بشرب المويه وبحسها نار، بعد ما قاموا ساقوك مسخوا لنا الدار قلبي معاك بس ما تقطع الاخبار، يا الفايت البنات صفره وجميله خصالك العز والكرم وارسلن ابوك وخالك، 6 شهور بحاول في رقم جوالك عزي بساهي لكن اصله ما بعفالك، والغنى كان برجع كل ماضي جديد بكيت انا يوم زفافك باتجاهي قعيد، يا الغررت طرحلي من ديارنا بعيد كنا وكانت الايام جميله شديد، كنا زمان بنحلم ببيوت مبنية وكانت الفرحة فيهن وفيهن الحنية، كنا مصممين إنه العمل بالنية إلا فشلنا فيه نص الطريق أبنية، نسيتي نسيتي يوم رسلت لي رسالة ويوم قلت لي معزوم يا الحبيب في الصالة، كانت وجعة لقلب المصدق ولا لماسك في الصبر نزل دموع رجاله، أول وجعة يوم لقيت عمك وخالتك والشت تاني يوم نقر الوتر في صالتك، كانت وجعة كانت لقلبي رسالتك وأكبر وجعة يوم شفت الزفاف في حالتك، ما تأثرتي بزخم المدينة وزيف وشايل أطباع وعاد الزول بيعشق ريف عاشقك، يا جمالك روعة في تصنيف عيل اربط منشات شان دموعي يقيف فيك طبايع الضرب الودين وفز عودك جايب أسطونة وسماحك شزة، لهجك حاكى للفوق الخليات نزة عندك نص تقول منعاه ما يتغزى، سيف ابن الوليد رماش عيون في وشيها في المشي والحراك، هي وحيدة ما في شبيه
وصفها بالقمر بس قصروا في تشبيه أرضاف الفلو قدم الحمام المشي اللمات وقامن بالكريب جافلات هو الخلاني لايك المرة والآهت والشك فيه نيني جاية مقلوبات وأيضا فيه وجنة وشامة بتنافسات شبه النوقرين وسكن خلاه ندجم بتقرب أمه لأبوه أصيل ممهجم بعد ما شالت النوم من عيوني ولجن تجر في قدامه يا الله وكلامه معجن لي أيام قاعد في كمينة نار فاقد الطلة وانكزم العيون أكبر حالا مبيع يال فيك السبيب جرجار كهربا وانقطع شبكه وعدم أخبار ورقنا الليلة بالقاصة ترقنا ديارنا فاقدين شوفة مين قام بدور أخبارنا قول ليش تيلة القيف الكذب بتمارنا ما تلومينا كان فرقت نبيك قدرنا فاهم ما نطق بالشين وفاهم متعلم ريحته دعاش وهاف منقاش وديس مظلم أقف قدامه وجهجه تقول مظلم إلا بكيلة يا الأخوان عشان ما سلم إلا بكيلة يا الأخوان وجهتنا معاك يا إبراهيم أنا جربت أبكي معاك بكاي بكاش يدخل والله نحن وصلنا للختام للأسف والزمن كان غير منصف معانا من خلال المساحة دي استمتعنا بكثير من التفاصيل معاكم لكن أنا حريصة جدا أنه في النهاية ناخذ مجادعة إبراهيم ومحمد محمد حتبدأ لنا وقبل الختام لازم نعمل المجادعة دي ما في مشكلة نحن طبعا المجادعة دي عندنا نحن في قوانيننا بتكون حاجة بينك وبين الزول مغفية لكن نحن نديك زي ما بقولوا مناظرة شعرية مناظرة إبراهيم شبيهت الفرة جنحات ورقيق الهاف اسمك داس رقمي متانة الأوصف ثابت في اللجج تشهد حدا بشينكاف بذاك شلب ولكن من عينيك بخاف كنت أنا بيك بفاخر يا المسيرتك تلت مربط بغرامك وحتى حبلي متلت هس الحمد لله القيود انحلت غابت حزاني والفرحة زمانك هلت ست الشامة والشف والشنيف والعاج ضاربك قلوبنا برا وجوه بيك رباج فقيمة النوقر الهجر مليخ ينداج كرفت رمجزوها ودانت المدهاج شبه النوقر وسكن خلاه ودجم بتقرب أمه ليبوه أصيل مو مهجم بعد ما شالت النوم من عيوني ولجن تجر في قدامه يا الله وكلامه معجل شلتك سير جواي يا درة الإسلام وردتك ريدة بعلم ربنا العلام طرف الليل مسجد للصباح ما نام رفغن بيهو يا درة حوالي الشام سلام حاول قلبي من الريد وقلت لسيبه قال لي ماشي كان خلى القطار لقضيبه طيفك شايلوا ذكرى معايا والسليب وسرك لا منا تكفن يمين ماجيب سبحان ربنا الأجر البحور ورساها خلق الهازة فرصة قلبنا ومارساها بيسلم رمش لغة العيون دارساها عارفة قلوبنا جبات الحنين ترساها السلام يا رب العزة قناية ودردشات غزلي الزمن خافيها دي ما معناته إني خلاص بقيت ناسيها يا زولي الديار ضرب المحل واديها بقيت بتحلى بالذكرى وجميل ماضيها والله أنا ما نفسي تنتهي خالص المجادعة دي والمناظرة دي واستمتعنا بها ويمكن المشاهد الكريم هو أكثر احتفاء مني بالمجادعة وبالنصوص وبالدوبات وبالمنطقة اللي احنا وصلنا في تفاصيله وفي جمالياتها محمد عبد الله الجديع شكرا جزيلا لك الله يجزيك خير أستاذ عمل وأنا في ختام هذه الحلقة بحيي أي زول الآن ماخذ كسري من زمنه وبشاهد في محمد عبد الله الجضيع وأخص بالتحية الأخ الأصغر أحمد الجضيع والأخ راشد محمد أحمد والأخ العزيز جدا مصطفى كوكو وكمان ما نسيتك يا الأخ العزيز جدا الطيب أحمد توم لك آلاف التحايا من هنا الصديق الشخصي يعني ما تنسى زول يقوم يزعل منك بعدين لهم التحية كلهم بنحييهم والله التحية لكن الناس دي الناس قراب مني وناس مرافقين والتحية يعني من خلف الكواليس لأخ عزيز غالي جدا علينا الشاعر العملاق جابر بخيت الموج مقتول العيون السود له التحية و
أتحفتنا يا إبراهيم. شكرا لك كثير إبراهيم عباس ودلي عيسر، شكرا لكل النصوص الجميلة والدوبات والكلام الجميل اللي احنا يعني استمتعنا به شديد، لك التحية. الله تسلم يا أستاذ عمل. التحية من هنا للوالد العزيز عباس ودلي عيسر، والتحية للأخ والأستاذ محمد عبد الله الجضيع. أنا زول والله بتكيف له شديد كده يعني. والتحية للأخوان خلف الكواليس تجانا سر المراد عصاف والأخ الحبيب درويش الغرام جابر الموج. والتحية لأحمد علي البشير الدرديري وتحداب عبد اللطيف غيبش ومحمد علي الكهلي وأي زول يا جماعة بعرف إبراهيم عباس الدلي عسر ما قدر نوصل له تحية. تحية أكيد، شكرا لكم كثير. وشكرا كمان للبادية، شكرا للبطانة، شكرا للكرداف، الناس الضيافة اللي أدونا كثير من التفاصيل السمحة من مناطقهم ومن باديتهم ومن بطانتهم، أدونا دوبات ومجادعات ومسجلات وكثير من التفاصيل الجميلة اللي احنا دائما بنستمتع بها في أمسيات يوم الخميس. تقبلوا عاطر تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله.